أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet kardeşlerim 294 صفحة هم ان başlayalım باش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فابوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم, ويهي لكم من امركم مرفقا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا ضَلَعَتْ تزاور عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه من ذلك من ايات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسر ذراعيه بالوصيد طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائلٌ كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بوريقكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى، أيها أزكى طعامًا فليأتكم برزق منه. برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان بعد الله حق، ان بعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه الرابع كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْءُ أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تدع من اغفلنا من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان امره فرضا وقل الحق من رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يَسْتَغِيثُ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي {بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي. بأحد ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك من جنتك برحمتك ويرسل عليها حسبانا من السماء من السماء فتصبح صعيدا زلقا ان يصبح ماؤها غورا فلن تستضيع له ضلبا واحيض بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا خير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء من السماء اختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرنا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئت اتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها, أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.